السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم كيك كيجي راقي في الشكل وفي المذاق ديالو بطريقه مختلفه في التقديم. غادي نحتاجو بالنسبه لهذا الكيك هذا عندنا 4 ديال البيضات اللي كيكونوا على درجه حراره الغرفه، كنديرهم في الخلاط الكهربائي ديال العصير. غادي نديرو 4 ديال البيضات كاملين وغادي نزيدو عليهم كاس عنبه. هو باش غادي نعبروا هذه المقادير ديال هذا الكيك، كاس عنبه من سكر سنيده مع واحد القبيصه ديال الملحه، كنديرهم في الخلاط الكهربائي، كنديروا البيض كنضيفوا عليه السكر، كنزيدوا السكر الفاني باش غادي نسمو هاد الكيك اللي سهل في التحضير وكيجي لذيذ وفي الشكل ديالو كيجي زوين بزاف. غادي نزيدوا عليهم كاس الا ربع ديال الزيت وغادي نزيدوا عليهم كاس ديال القهوه او لا كاس ديال القهوه بالحليب على حسب الاختيار ديالكم. انا درت غير الماء مع معلقه كبيره ديال القهوه. غادي نخفقوا هادشي كامل حتى كينسجم لي الخليط مزيان وكيرغوي وكيضاعف الحجم ديالو. وغادي نضيف عليه بعد ما غادي نحيدو من الخلاط، غادي نخويه فواحد التبصيل كبير فاش غادي نخلط مع الدقيق الخمارات والكاكاو. ملي كيصبح الخليط مرغوي بهذا الشكل كنخويه فواحد الجبانيه كبيره، كنزيد له بالنسبه للطحين غادي نحتاجو جوج كيسان عنبه ونص ديال الطحين بقياس كاس العنبه دائما. غادي نغربلو الطحين ديالنا قبل ما نضيفوه باش كيدخل ليه داك الهواء وكتكون الكيكه مهويه وخفيفه من الداخل. غادي نزيدو الكاس الثاني وغادي نزيدو نص كاس. غادي نديرو في المجموع جوج كيسان ونص ديال الطحين. بغيتو تعبرو ما كانش عندكم كاس العنبه وبغيتو تعبرو غير بعلبه الياغورت ممكن. غادي نزيد دابا داك نص كاس اللي بقى لي وغادي نغرب الطحين ديالي وانا كنضيفو للكيك باش كتجيني كيف قلت لكم مهويه وخفيفه. غادي نخلط غير بالطراب ديال اليد، مره كنضيف الطحين ما كنديروش دفعه واحده حتى كينسجم ليه مع الخليط الكيك. وفي هذه الوقيته راني شاعله الفران ديالي تيسخن من الفوق ولتحت. ملي كنزيد كميه ديال الطحين كامله اللي كانت عندي غادي نزيد دابا 3 ديال الاكياس من الكاكاو المر، ما يعادل 3 ديال المعلقات كبار من الكاكاو اللي كيكون نوعيه جيده خاص بالحلويات. حتى هو غادي نغربلو باش كنزول منه هذوك الحبيبات او هذوك الكويرات اللي كيكونوا فيه. من بعد مباشره كنزيد جوج ديال الخمارات ما يعادل 16 غرام، حتى هما غادي نغربلهم باش كينسجموا لي مزيان مع الكيك. وغادي نخلط بالخلاط اليدوي شويه سكات وغادي نخلط كيف كتلاحظوا معايا حتى كنحصل على خليط ديال الكيك اللي تيكون مخفيف ما ثقيل. وفي الاخير كنزيدوا معلقه كبيره ديال الخل او معلقه كبيره من عصير الليمون الحامض اللي كان عندكم. كنخلطوا حتى كنحصل على واحد الخليط ما كيكون ثقيل ما كيكون خفيف. كندهنوا المول ديالنا 24 سنتيم اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين، كنصبوا فيه الخليط كنهزد لينا الفوق باش كتجينا عاليه ومفشفشه. كندخلوها الفران اللي كيكون سخون شاعل من التحت غير من التحت حتى كطيب. ملي كطيب عاد كنشعلوا الفوق واحد 4 ديال الدقائق كنخرجوها، كنخليوها حتى كتبرد تماما في المول، عاد كنحل ناخذوها كنحيدوها من المول ديالها. كيف كتشوفوا معايا هذا هو القياس اللي كتجي، كنحيدوها من المول ديالها. والكيك خصو يكون بارد، كنحطو فوق منه واحد الطبصيل اللي كيكون كبير بهذا الشكل هذا. كناخذوه وكنجيبو موس اللي كيكون ماضي وكنطرسيه واحد الدائره كبيره قد هذاك الطبصيل. ما بغيتيش كنقطعوا على القياس ديال هذاك الطبصيل. كنبقاو غاديين مع الكيك ديالنا وحنا غاديين حتى كنجيبوا الدائره على قد الطبصيل. من بعد كنحيدوا هذاك الطبصيل وكنجيبوا السكين وكنبقاو غاديين مع ديك الدائره اللي تراسيناها وكنحيدوا هذاك الوسط او الداخل ديال الكيك بلا ما نوصلوا الكيكه ديالنا بلا ما نقطعوا لتحت ديالها. يعني كنحيدوا ليها بحال الا كنفرغوها من الوسط بلا ما نوصلوا ليها لتحت القاعده ديالها، كنخليوها كتكون عندنا واحد الحفيره الوسط بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. كنحيد هذاك الدخلاني ديال الكيكه كنحطو فواحد التبصيل، كتكون عندي الكيكه ديالي خاويه من الداخل فيها واحد الحفره. وهاد القلب ديال الكيك كنحتفظوا به لان مازال غادي نخدموا به. كناخذوا علبه جوج علب ديال كريم شونتيغ بره
اللي كتكون بالسكر ديالها، كنزيدو عليها جوج كيسان او ربعه ديال الحليب، جوج كيسان بقياس كاس الياغورت ديال الحليب اللي كيكون بارد مزيان، كنديروه فوق من الحليب ديالنا هاد الكريم شونتي، وكنطلعوه بالخلاط الكهربائي على السرعه اللي كتكون مرتفعه حتى كيطلع لي الكريمه، كتطلع لي مزيان وكتولي قاصحه وشاده راسها. بغيتو تزيدو شي علبه ديال كريم كراميل او لا شي علبه ديال ياغورت، بغيتو تزيدو تنسمو بها الكريم بالاختيار. بعد ما كنطلع على الكريم ديالي غادي نجيب واحد الكاس ديال الحليب مخلطه مع واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، حليب بارد هو باش غادي نسقي الكيك ديالي، غادي نسقيه بهذا الحليب هذا اللي تيكون بارد مع القهوه. غادي نسقي الكيكه ديالي مزيان من الوسط ومن الجناب باش كتجيني فتيه وكتجيني رطبه. وغادي ناخذ الكريمه ديالي غنديرها في الوسط، غنعمر بها هذا الوسط ديال الكيكه اللي خويتو، غادي ندير واحد الكميه مهمه كيف كتشوفوا معايا. بغيتو تزيدوا شويه ديال الفواكه مقطعين، دابا الموسم ديال الفواكه الصيف كيكونوا متواجدين، ممكن تقطعوهم طريفات وديروهم فوق من هاد لاكريم، وكتعاودوا تغطيو بطبقه اخرى ديال الكريمه فوق منهم. بعد ما كنعمر هذيك الحفيره كيف كتشوفوا معايا، غادي نغطي بالكريم شونتي من الفوق ومن الجوانب، غادي نغطيها كامله حتى كتولي عندي كيكه مقاده، ما كيبقاش تبان لي ديك الحفره اللي درنا الوسط، كنعمروها مزيان حتى كتولي مقاده مع الجوانب ديال الكيك، وحنا غاديين معاها حتى الجوانب ديالها كنغطيوهم حتى كنسالي، حتى كتغطي لينا الكيكه ديالنا كامله. وهاد الكيك هذا يستحسن انكم تخدموا بالكريمه كتكون بارده والكيك بارد باش ديك لاكريم ما تبداش تذوب لكم، كتسهل عليكم حتى في الخدمه، كيمكن لكم تخدموا الكيك ديالكم بسهوله. بعد ما كنسالي، الا بانت لينا الكيكه ديالنا او الكريمه ديالنا شويه بحال الا كدات كتذوب مع دابا الحال سخون، كنحطوها في الثلاجه حتى كتشد راسها، عاد كنقوموا بهاد العمليه. كنجيب واحد نصف واحد دائره اللي كتكون فارغه من الوسط، واحد القطعه، وكنديرها في الوسط ديال الكيك، وكندير في الوسط ديال هاد القطعه كندير هذوك داك الكيك، داك القلب ديال الكيك اللي حيدتو كنفتتو مزيان بيديا بحال الشكل ديال البسكوي، وكنديرو في هذيك القاعده ديال القطعه ديال الدائره، كندير على شكل دائري، كنديرو هاد القطعه غير باش كتعطينا هذاك الشكل. وهذا الشيء اللي بقى غادي نفرتتو وغادي نغطي به الجوانب ديال الكيك كلهم، بلاص ما نديرو اللوز او كاوكاو او المكسرات، غادي نديرو هاد البسكوي اللي حيدنا، القلب ديال البسكوي اللي حيدنا، غادي نغطيو به هذوك الجوانب ديال الكيك كلهم. كنحيدو هذيك نصف دائره، هذيك الدائره او هذيك القطعه، وكتعطينا على شكل دائري، كيكون عندنا البسكوي مقاد وشاد هذيك البليصه الوسط، كيعطي واحد الشكل زوين. من بعد كنجيبو ما تبقى من الكريمه وكنديرو في واحد جيب حلواني، وكنديرو به وريدات من الجوانب ديال الكيك، وكنديرو فوق منهم شويه ديال الشكلاط مذوب او شويه من حبيبات الشكلاط، صافي. وكندخلو الكيك ديالنا للثلاجه، كنخليوه حتى كيبرد مزيان وكيشد راسو كذا، هاد الكريمه كتشد راسها، عاد كنخرجو. كيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا، كيف كتشوفو كيعطي واحد الشكل زوين في النظره ديالو، وتا المذاق تيجي لذيذ. ممكن تزيدو اضافات على حسب الرغبه ديالكم، كيف قلت لكم ممكن ديرو فواكه موسميه ديروها في الوسط مع لاكريم، ممكن تنسمو بواحد العلبه ديال الياغورت الا بغيتو، اولا غير هكذا كتخليوها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان مزيان، عاد كتبداو تقطعو فيها باش كتجيكم مقاده في التقطاع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا او التورته اللي قدمت معكم اليوم. ما تنساوش الى عجبتكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم وتخليو لايك للفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.